يا اخي الجرافيكس جبار، مو بجبار لكنه مره حلو. لا ومع المطر مع المطر الاشياء هذه صايره مره حلو السياره، لكن اول ما في مقطع جوده تصير سيئه. كيف اقدر اشاركها؟ شوف مع المطر والضوء الخفيف على السياره. شوف ذكرات هو عيبها انعكاسات الضوء خايسه. طبعا هذه ما ادري من اللعبه ولا من الجهاز نفسه ما يتحمل الاشياء هذه. يعني مثلا لو احط كذا مثلا نور على بادي السياره، البادي نفسه العكس حق الضوء بيكون سيء جدا. شلون اشرح؟ فهذه عشان السياره مطفيه فصايره مره حلوه، ما تصير فيها اشياء خايسه من ناحيه الضوء. والعيب الثاني جلتشات اكيد، هذه العيوب من ناحيه الاشكال اشياء، اما من ناحيه اللعبه اوي بدنا سالفه. والله حلو صراحه ان شاء الله. المنظر لا كذا ما في. تسوق السيارة هذي في المكان هذا بالصدق. الدبان الغفير. ما قاعد اسمع شيء انا الحين. سمعت اتوقع مرات كثيرة. استعمل الجوال وسوق نفس الوقت. شوف اسمه لان لو شفت اسمه بلاي ستيشن يمكن يخرب المقطع. لايت فلوريدا كروستا اسر ابراهامي سمي مغربي هذا ما جون ستروين كوينتن ما علي. اهم شيء عرفت اسمه. يعني السيارة تعطيك نظرة كذا جادة. اللي يعجبني الكاميرا فعلا ترى تصميمها أداء، تصميمها فيه نظرة كذا جدية. طبعا الموديل المفضل عندي 13 من هذا، لكن هذا ما يعني هذا مو بحلو بالعكس. مع التعديلات اللي مسويها السيارة تعديل شكل طبعا صاير مرة حلو. لولا بس يعني ناقص اني اسوق كويس. يا تحدي تحدي كمل المسافة الباقية من غير ما اصلا خلاص وقفنا تحدي. انا صرت سكران زياده. انا كان جاي الطريق هذا من قبل اللعبه مو بالصدق. شوف والله جرافكس حلو، حسسك ان اللعبه واقعيه مع انه بلاي ستيشن قديم والشاشه مو مره بعد مكسوره. لكن اول ما احفظ فيديو كل شيء خرب. يعني مهدي اتوقع ان بصير سرعتي عالية او طريقنا وين يا شباب؟ انتهيت يعني مع السيارة.
فأنا ما أدري وين المكان بالضبط وما يحتاج أفتح. أتوقع هو قريب من هنا. أيوة. تأكد بس. هنا.